وزير المالية يستعرض رؤية الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال اجتماعات الربيع بواشنطن. مصر تبحث مع رئيس البنك الدولي تعزيز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية. ووزير البترول يبحث مع رئيس الغرفة العربية الألمانية سبل التعاون في صناعة البتروكيماويات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الاقتصادية المفصلة من أون لايف، ونبدأ من البورصة حيث انخفضت مؤشراتها بنحو شبه جماعي في ختام تعاملات ثاني جلسات الأسبوع وسط حركة شرائية للمستثمرين العرب والأجانب واتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%. أيضا وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعقد جلسة عاجلة غدا بين وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة للانتهاء من قرار العلاوة الاجتماعية للعمال وسرعة إعلانها وإصدارها. جاء ذلك عقب اجتماع إسماعيل مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذي جاء لمناقشة الاستعداد للاحتفال بعيد العمال وبحث المشكلات التي تواجههم. من جانبه أكد سعفان أن الاجتماع تطرق إلى المؤسسات الاقتصادية والنظر لأي عقبات تواجه العمال. قال وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال مؤتمر صحفي له أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أوصى بعقد جلسة بين المالية وقطاع الأعمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب واتحاد عمال مصر للانتهاء من المتعلقات كافة بقرار العلاوة الاجتماعية، لافتا إلى أن القرار ما زال تحت النقاش في مجلس النواب. في أخبار جيدة، يمكن العلاوة الاجتماعية اللي الناس كانت طبعا وانتوا اكيد هتسألوا فيها، وجه دولة رئيس الوزراء انه بكرة ان شاء الله وزارة المالية مع قطاع الاعمال العام مع لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر يكون في جلسة لانهاء اي مشكلات متعلقة بيها، عشان ان شاء الله باذن الله يكون في اعلام بيها بكرة باذن الله. قرار العلاوة ما زال تحت النقاش في مجلس النواب، ولجنة القوى العاملة مارست الدور الدستوري بتاعها وناقشت كل المواد اللي موجودة في القرار، وبكرة جلسة فيما بين لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر مع السادة وزراء المالية ووزراء القوى العاملة وزراء القطاع الأعمال العام للانتهاء من أي معلقات فيها. ده التوجيه اللي وجه بيه دولة رئيس الوزراء. وفي سياق متصل، صرح رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي بأن مطالب القيادات العمالية من رئيس الوزراء جاءت لتطوير وتحديث المصانع والشركات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل قبل تفاقمها. طالب النهاردة للقيادات العمالية كلها بتطوير وتحديث المصانع والشركات على أن يكون هناك إنتاج، ولما يكون هناك إنتاج يكون هناك ارتفاع في الأجر. أيضا قرر والتزمت الحكومة وقال أن لابد أن يكون هناك لقاءات مستمرة ما بين القطاعات وبين القيادات النقابية مع الوزراء المعنيين في كل قطاع لحل المشاكل قبل تفاقمها. أكد دولة الرئيس الوزراء النهاردة بأن الدولة ملتزمة بالتطوير والتحديث وإعادة الصناعات ذات العمالة الكثيفة. مرة أخرى عودة إلى البورصة المصرية وتحديدا مينا بشرى مراسلنا الدائم هناك. أهلا بك مينا، ويبدو أن اليوم يعني اختتم كما بدأ، انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة أو شبه جماعي عفوا. نعم، مساء الخير.
نعم، مساء الخير ولاء. بالفعل تراجع شبه جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، وربما الوضع خلال بداية التعاملات لم يختلف كثيرا عن ختام جلسة اليوم. فالمؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 منذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق مستقرا داخل المنطقة الخضراء، ولكن بنسبة صعود محدودة. فوتيرة الصعود بختام التعاملات كانت أقل، أو المؤشر الرئيسي قلص جزءا من مكاسبه الصباحية مع الاستمرار داخل المنطقة الخضراء بنسبة صعود وصلت إلى 30%، ليصل المؤشر إلى مستوى 12583 نقطة. هذا الصعود من جانب المؤشر الرئيسي جاء بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات. في مقابل ذلك المؤشر السبعيني متراجع منذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق، فوتيرة التراجع أو الاتجاه الهبوط استمر منذ أو بدأ منذ تعاملات الأمس واستمر خلال جلسة اليوم، ولكن بوتيرة أقل من تعاملات الأمس. هذا التراجع جاء نتيجة للضغوط البيعية من قبل صغار المتعاملين، ليتراجع المؤشر بمقدار 22%، وليصل إلى مستوى 586 نقطة بختام التعاملات. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع ايضا بمقدار 19%، ليصل المؤشر الى مستوى 1347 نقطة بنهاية تعاملات اليوم. ومن اداء المؤشرات اليوم الى اداء الاسهم، فبالنسبه لقائمه الاسهم الاكثر ارتفاعا جاء في المرتبه الاولى سهم الخليجيه الكنديه للاستثمار العقاري العربي بمقدار 7.78%، المصريه لصناعه النشا في المرتبه الثانيه بمقدار 6.95% صعودا، في المرتبه الثالثه سهم سبق الدوليه للادويه بمقدار 6.89%، وجاء في المرتبة الرابعة أسمنت بورتلاند ترى بمقدار 6.49%، وفي المرتبة الخامسة سهم العالمية للاستثمار والتنمية بمقدار 6.38%. أما بالنسبة للقائمة الثانية والخاصة بالأسهم الأكثر تراجعا اليوم، جاء في المرتبة الأولى سهم حق الاكتتاب لشركة العربية للاستثمارات بمقدار 25% تراجعا، المصرية للاتصالات بمقدار 8.49% تراجعا، وفي المرتبة الثالثة سهم رواد السياحة بمقدار 7.31% تراجعا، سهم بنك البركة مصر في المرتبة الرابعة بمقدار تراجع قدره 7.14%، وفي المرتبة الخامسة بنك التعمير والإسكان بمقدار 6.57% تراجعا. ومن أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا إلى فئات المستثمرين، فمنذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق فالاتجاه من جانب المتعاملين المصريين كان اتجاها بيعيا بنسبة استحواذ وصلت إلى 63.36% من إجمالي التعاملات، وبصافي بيع تجاوز مستوى 591 مليون جنيه. في المقابل كان هناك اتجاها شرائيا من قبل المستثمرين العرب على مدار تعاملات اليوم أيضا بنسبة استحواذ وصلت إلى 13.38%، وبصافي شراء تجاوز 264 مليون جنيه. بالمثل أيضا اتجه التعاملات الأجانب نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 23.25% من إجمالي التعاملات، وبصافي شراء تجاوز 327 مليون جنيه. أيضا بالنسبة لتعاملات اليوم فهناك ارتفاع في مستوى السيولة ما رأيناه خلال تعاملات الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي، فكان هناك تراجعا في مستوى السيولة دون مستوى المليار جنيه، ولكن اليوم هناك ارتفاع في مستوى السيولة، فبختام التعاملات وصلت قيم التداول إلى مستوى المليار و532 مليون جنيها، وذلك من خلال التعامل على 191 مليون و980 ألف سهما، وبإجمال عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 24 ألف عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم فقد وصل بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 175 سهما، ارتفع أو صعد على مدار جلسة اليوم 57 سهما وتراجع 91 سهما في مقابل ثبات قرابة 27 سهما خلال جلسة اليوم.
أما بالنسبة لرأس مال البورصة السوقية فنتيجة لهذا التراجع شبه الجماعي فقد منيت الأسهم اليوم بخسائر قدرها 177 مليون جنيها ليصل إجمالي رأس مال البورصة إلى 651 مليارا و511 مليون جنيه. وبالنسبة أيضا وأخيرا لأداء القطاعات اليوم فقد سيطر التباين على أداء القطاعات، فبالنسبة للقطاعات التي اتجهت نحو الصعود اليوم فجاء في المرتبة الأولى من حيث قيم وأحجام التداول قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت مينا. طيب يبدو أنه حصل عطل فني. أنا بشكر مينا بشرة دائما على كل هذه التفاصيل والأرقام والبيانات من مقر البورصة المصرية. وأكد وزير المالية عمرو الجرحي إصرار الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر. وأوضح الجرحي أن تلك الإجراءات ستنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط. جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. من ناحية أخرى، شارك عمرو الجرحي في اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية في صندوق النقد الدولي برئاسة المدير العام للصندوق كريستين لاغارد، حيث تمت مناقشة أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي والتحديات الحالية التي تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولي، مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط. كما شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبعة وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر. التقت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الدكتور دي جي بانديان خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، وبحث الجانبان زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خاصة في مجالات الصرف الصحي والطاقة والنقل وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادي التنموي، والتي أهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطن وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي. وفي سياق موازن، بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع رئيس البنك الدولي جيم يون كيم زيادة دعم البنك لمصر خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ الاتفاق الذي جرى خلال لقاء يونغ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، وهو الاتفاق الذي تضمن تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركة نصر في الاجتماع الوزاري للمجموعة الإفريقية والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، حيث تتولى الوزيرة منصب النائب الأول لرئيس المجموعة الإفريقية. من ناحية أخرى، التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف ميجا كيكو هوندا. وأكدت الوزيرة حرص مصر على زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار لتوزيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للاستثمار. وذكرت هوندا أن أنشطة وكالة ضمان الاستثمار في مصر تشمل مشروعي أباتشي مصر والتكرير المصري، حيث قامت الوكالة بإعطاء ضمانات بقيمة 150 مليون دولار في مشروع أباتشي مصر. أكد وزير التجارة المهندس طارق قبيل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية علاقات جيدة وفي حاجة إلى تعزيزها لتحقيق صالح البلدين. وأشار الوزير في حوار لصحيفة دونغ أليبو إلى أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل لتحسين مناخ الأعمال لاستعادة مكانة مصر، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات الكورية من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، وبصفة خاصة الموقع الجغرافي ومنظومة الاتفاقات التجارية التي تتيح الوصول إلى 1,600,000 مستهلك. وأشار قبيل إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة في تطوير الصناعة المصرية.
وفيما له صلة، قال وزير التجارة طارق قبيل أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، وذلك على مستوى الخبراء بالعاصمة السعودية الرياض في منتصف شهر مايو المقبل. ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتناسب وعمق العلاقات التاريخية بينهما. وفي بيان له، دعا قبيل لتشجيع مجتمع الأعمال السعودي على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مصر. بحث وزير البترول المهندس طارق الملا تعزيز التعاون المصري الألماني في مختلف الأنشطة البترولية، خاصة صناعة البتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الملا مع المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة بالقاهرة أندرياس هيرغن روتر. وأكد الوزير أن العلاقة بين مصر وألمانيا متميزة ومستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات ناجحة دعمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما بحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية المتطورة لتطوير وتحديث قطاع البترول. وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومجموعة هيرمس للتأجير التمويلي عقدا بقيمة 20 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بنظام التأجير التمويلي. ويعد هذا العقد تحت مظلة اتفاقية البنك الدولي المبرمة مع الصندوق منذ عام 2014، وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار. وقالت القائم بأعمال الأمين العام للصندوق نيفين جامع إن عقود الإيجار التمويلي تستهدف تمويل آلات جديدة وقطع غيار للمشروعات الجديدة والقائمة. شاهدين فاصل قصير ومن بعده نعود إليكم، انتظرونا. من جديد أهلا بكم. كشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات عن بدء الوزارة في إجراءات شراء 100 جرار جديد لدعم أسطول هيئة السكة الحديد بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون دولار. وأضاف وزير النقل أن الوزارة تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل تكلفة شراء هذه الجرارات، وأنه سيلتقي مسؤولي البنك قبل نهاية الشهر الجاري لإنهاء إجراءات القرض المقدم من البنك الأوروبي. وأكد عرفات أن السكة الحديد تحتاج إلى 180 جرارا أخرى لتحديث أسطولها ودعم قطاع نقل الركاب والبضائع. مزيد من التفاصيل عبر الهاتف بينضم إلينا رئيس هيئة السكة الحديد اللواء مدحت شوشة. سيادة اللواء أهلا بحضرتك إلى هذه النشرة، وتفاصيل هذا العقد بالطبع، وهل ال 180 جرار اللي بنحتاجها إضافة إلى ال 100 جرار اللي هيتم شرائها؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبجمهورك العزيز وبجمهور الركاب المحترمين بتوعنا يا فندم. الله يخليك. أهلا يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة أعياد تحرير سينا يا فندم. اهلا وسهلا، انت طيب. وان شاء الله هو كان في مع البنك الاوروبي كان 50 جرار، الحمد لله تم ان زودناهم ل 100 من عن طريق البنك في حدود 300 مليون زي ما حضرتك اتكلمتي.
وفي ال 180 التانيين حضرتك غير ال 100 ان شاء الله. أه. فربنا يسهل ان شاء الله، في تفاوض مع مجموعه من الدول ان شاء الله على اساس ان نوصل لاحسن حاجه كاسعار وكنقاط فنيه يا فندم. ال 100 جرار اللي هيتم شرائهم من فين بالضبط سياده اللواء؟ من اين؟ ده حضرتك ده بيبقى عن طريق البنك الاوروبي، بيبقى بيشتري من البنك. احنا كهيئه سكه حديد احنا بنشوف المواصفات الفنيه وبندرسها ونشوف الاسعار مع البنك. الشركات اللي بتتقدم عن طريق مكاتب عن دول خارجيه للبنك مباشره وبتجي لنا العروض من البنك ونسلم العروض ثاني للبنك بعد الاشتراع عليها بالموافقه على انهي فيهم بالاتفاق مع البنك. هل هيتم احلالهم بدل الجرارات القديمه ام انه سيكون اضافه؟ لا، هو ما فيش حاجه اسمها ان انا بحل مكان جرار قديم. جرار طالما انه شغال معايا بستغله، انا ممكن اخلي فيه اضافه بحيث ان انا ازود عدد الطرات شويه، او اللي هو خلاص منتهي خلاص اها يتم تكيينه. يعني هذه الجرارات سيتم احلالها مكان اخرى بنسبه معينه ونسبه اخرى ستكون اضافه، يعني في قطارات جديده. طب هذه الجرارات هي لنقل الركاب ام البضائع في الاساس؟ لا، للاثنين يا فندم. انا ما بشتغلش الا حاجه واحده بس، احنا بنشتغل الركاب وبنشتغل البضائع، ان الاثنين عندنا بيمثلوا لنا دخل ان شاء الله يعني. القرض ال 350 مليون دولار هل هو ميسر؟ يعني طريقة السداد هتبقى كيف تبدو؟ هو 300 مليون مش 350. 300 مليون الفايدة بتاعته بسيطة جدا، وفترة السماح برضه معقولة، والتسديد على عدد سنوات مريح للسكة الحديدة. يعني مش واضح أرقام معينة يعني سيادة اللواء حتى الآن. لا حضرتك، ده أنا ممكن نرجع برضه التفاصيل بالكامل، وفي مداخلة تانية مع حضرتك أديك الأرقام بالكامل. طيب هذه الجرارات يعني هل بنحتاجها بشكل عاجل، ومتى سنبدأ بالضبط؟ يعني حضرتك بتقول لسه في شركات وهننظر وهنقرر، يعني هذه العملية ستنتهي متى؟ احنا شغالين فيها حاليا دلوقتي على قدم وساق مع البنك الأوروبي، وان شاء الله بس بمجرد ما يعتمد المبلغ هيتم الاسراع بالاجراءات. ودي تعليمات الدكتور هشام ان احنا نسعى في كل حاجه عشان ما تاخدش وقت معانا كتير. ايضا هل هيتم عقد او ابرام عقود للصيانه مع هذه الجرارات كي لا يتكرر سيناريو 2008؟ يعني حضرتك اكيد بتعلمه. طبعا يا فندم. لا، ما فيش جرارات بتيجي بعقود الصيانه بعقود قطع الغيار بتاعتها. بنظام اسمه الاتاحيه حضرتك. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. رئيس هيئة السكة الحديد اللواء مدحت شوشة كنت معنا هاتفيا، شكرا ليك يا فندم. افتتح وزير التموين الدكتور علي المصلحي ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا موسم حصاد القمح بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار استلام الحكومة القمح المحلية من المزارعين في العديد من المحافظات. وفي تصريحات لأون لايف خلال زيارته لبني سويف، أكد وزير الزراعة عبد المنعم البنا أن الوزارة تدرس إصدار قانون لتجريم البناء على الأراضي الزراعية. وحول زراعة القطن، كشف البنا عن وجود خطة للوصول بالمساحة المزروعة هذا العام إلى 250 ألف فدان. في خطة اتعملت لوزارة الزراعة عشان سياسة القطن. طبعا القطن كان حصل مشاكل كثيرة نتيجة الانفلات الأمني اللي كان موجود. طبعا بيتميز صفات اللي بتزرع في ابلي عن صفات اللي بتزرع في بحري على حسب نوعيه الصنف. في بحري صنف فاق الطول، فما يتميز بسعر زياده عن سعر الانطار في ابلي، فحصل تهريب من ابلي البحري، حصل خلط. نتيجه الخلط ده عمل مشاكل في عمليه التصدير. عدلنا في القانون، وامس السيد الرئيس عمل القانون 4 لسنه 2015 ان القطن سعره حر فيما عدا بذرة الإكسار، وتكون المسؤولة عنها وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي، وهذا تم فعلا. ويمكن الزراعة العام الماضي كان لم تتحصل 130 ألف فدان، في سياسة السنة دي هي الزراعة توصل ل 250 ألف فدان، والسعر هيعلن الأسبوع القادم إن شاء الله بالتعاون مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.
ومن جانبه أكد وزير التموين علي المصلحي أن الحديث عن زيادة الدعم التمويني على بطاقات التموين خلال شهر رمضان مرهون بالحصول على الدعم المالي من وزارة المالية، وشدد المصلحي على عدم إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن الدولة تراقب الأسعار وتسعى لإيجاد أسعار موحدة لها. أحد أسباب عدم انضباط الأسعار هو عدم وجود خريطة حقيقية للتجارة الداخلية. مش الموضوع ان انا اعمل سلاسل او اعمل منطقة لوجستية، بعملها فين وبعملها جنب مصادر الانتاج حتى يمكن حقيقة الحفاظ على قيمة المنتج وتوصيله باقل مراحل تداول، وبالتالي نستطيع ان نضبط ونضع هامش للربح وهامش للأسعار. من بني سويف مفادة اون لايف سالي سالم. سالي اهلا بيكي، اكيد رفقتي هذه الجولة طبعا لوزيري التموين والزراعة، ما الذي جرى تحديدا سالي؟ اهلا بك ولاء، بالفعل نتواجد في محافظة بني سويف، ولكن تحديدا نحن الان في محطة بحوث سيتس بقرية سيتس بمحافظة بني سويف، حيث انتهت منذ دقائق معدودة جولتي وزير الزراعة ووزير التموين، والتي بدأت منذ الصباح بافتتاح محطة ومزرعة جمعية شرق النيل، والتي تم بها افتتاح محصول القمح في محافظة بني سويف في إطار استلام الحكومة لمحصول القمح في المحافظات المختلفة. كانت هناك الجولة التي بدأت كما ذكرت لك بهذه المزرعة، ثم بعد ذلك توجهنا إلى إحدى الصوامع المتواجدة أيضا في مدينة بني سويف، وانتهت هنا في قرية ست. كان هناك العديد من اللقاءات التي تمت بيننا وبين وزير التموين ووزير الزراعة، وتحدث وزير التموين أنه حتى أمس تم حصاد ما يقرب من 21 ألف طن من محصول القمح، وأنه تم تأخير محصول حصاد هذا المحصول بسبب الأمطار التي حدثت منذ بعض الأيام. ثم بعد ذلك كان لنا حوار مع وزير الزراعة، وذكر لنا أنه تم استخدام في هذه المزرعة التكنولوجيا الحديثة، وهي ما تعرف بالمصطبة، والتي تقلل من استخدام المياه في زراعة القمح بما يقرب من 20% من المياه المستخدمة في زراعة القمح. ذكر لنا أيضا وزير التموين أنه يتم صرف مستحقات المزارعين فور توريد الأقماح إلى الحكومة بعد فيما يقرب من 24 ساعة من توريد هذا القمح. لدينا أيضا بعض الملاحظات التي تم اتخاذها في هذا العام، وهي ما تتعلق بلجنة تقصي الحقائق التي كانت مقامة العام الماضي، وتم اتخاذ التدابير الخاصة بهذه اللجنة وفيما يتعلق بتوريد القطاع الخاص للأقماح وحظر هذا التوريد. إليك ولا. نعم، أنا بشكرك سالي سامي على كل هذه البيانات. سالي سالم عفوا من محافظة بني سويف، بشكرك شكرا جزيلا. وأيضا مشاهدينا، لمزيد من التوضيح بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين. أهلا بك أستاذ ممدوح لهذه النشرة. واضح أن التكنولوجيا الحديثة، يعني كما قالت مفادتنا من هناك سالي، أنه في تكنولوجيا حديثة ربما طرأت خلال هذا الموسم، لو تطلعنا أيضا على ما هو، على كل ما هو جديد هذا العام. زي ما حضرتك قلتي وزي ما السيدة المراسلة الفاضلة شافت النهاردة على أرض الواقع، في ضوابط استلام القمح المحلي هذا العام، ودي ضوابط مشددة وضوابط محدد، كل فئة أو كل حلقة من حلقات التداول محدد لها آلية عمل علشان خاطر نضمن موسم توريد جيد. النهاردة الوزير وقبل كده والضوابط أعلنت، الضوابط الحالية راعت كل التوصيات أو أخذت أو تم تضمين كل توصيات لجنة التقصي الحقائق البرلمانية التي شكلت للتحقيق ما حدث في الموسم الماضي. كل التوصيات تم الاخذ بها عند وضع الاشتراطات خلال الموسم الحالي. التوصيه الرئيسيه ان الجهات الحكوميه المتسوقه للقمح من شركات المطاحن او البنك الزراعي او شركات الصوامع هي اللي تتولى عمليه تسويق القمح من الالف الى الياء، ولن يكون هناك دور للقطاع الخاص حتى لا نكرر ما حدث العام الماضي. اذا هناك فراغات تخزينيه
بدأ الجهات الحكومية تستوعب ما يزيد عن 4 ملايين طن قمح في 342 موقع تخزيني ما بين صومعة وهنكر وبنكر وشونة مطورة. والسنة دي احنا هنستخدم برضو الشونة الترابية التابعة للبنك الزراعي كنقاط لجنية علشان خاطر نيسر على اخواننا الفلاحين في عموم الجمهورية ان هم ما ينقلوش القمح بتاعتهم لمناطق التخزين الرئيسية اللي هي الصوامع اللي هي بعيدة نسبيا عن مناطق الانتاج، ودي ممكن تكلفهم مشقة في النقل وفي تكاليف مادية. انتم استلمتم حتى الان كم الكمية يا استاذ ممدوح، وما المتوقع ان تستلموه؟ يعني حضرتك بتقول 4 ملايين طن، هل بالفعل بيكون هذا الرقم فعلا صحيح؟ يعني بيتم استلام 4 ملايين طن؟ حضرتك احنا بنتوقع استلام ما بين 4 ل 4.5 مليون طن كما اعلن السيد الوزير. واي كميات من القمح المحلي متاحه امام من خلال الموردين احنا مستعدين لشرائها بالاسعار المعلنه، وهي 555 جنيه للارداب درجه نظافه 22.5، 565 للارداب درجه نظافه 23، صحيح، 575 للارداب درجه نظافه 23.5. احنا مستعدين نشتري اي اصناع محليه ايا كانت الكميات بتاعتها. حتى الان استلمتم كم؟ حتى اول امس كنا مستلمين ما يقرب من 25,000 طن. الرقم الجديد ممكن ارجع لحضرتك وبعدين نشوف اخر اليوم النهارده الحصيله كام. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ ممدوح رمضان مستشار وزير التموين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة أسعار الحج بمعدلات تتجاوز 100% على بعض البرامج، توقعات بتراجع أنشطة الشركات السياحية الموسم الحالي. نتابع. طفرة كبيرة شهدتها أسعار برامج الحج خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، والتي جاءت على خلفية قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر الماضي. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة أسعار الجمعيات الأهلية بحوالي 85% مقارنة بأسعار الموسم الماضي، وتراوحت أسعار الحج للجمعيات بين 60,000 جنيه و 87,000 جنيه خلال العام الجاري مقابل أسعار العام الماضي التي تراوحت بين 30,000 و 48,000 جنيه. في الوقت نفسه شهدت أسعار تذاكر الطيران زيادة في أسعارها، والتي لعبت دورا كبير في زيادة أسعار برامج الحج والعمرة. وتشير التوقعات إلى تراجع أعداد الحجاج والمعتمرين خلال العام الجاري نظرا لارتفاع أسعار البرامج التي تجاوزت أكثر من 100% في بعض البرامج المميزة. ووفقا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، بلغ سعر المستوى الأول للحج هذا العام 87,000 جنيه مقارنة ب 48,000 جنيه العام الماضي بزيادة نحو 81%، فيما بلغ سعر المستوى الثاني 76,000 جنيه مقارنة ب 43,000 جنيه العام الماضي بزيادة نحو 77% عن العام الماضي. ولعل ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الذي تجاوز 110% ساهم بنحو كبير في زيادة أسعار الحج والعمرة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات طويلة. أستاذ إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق بينضم إلينا بالصوت والصورة، أهلا بك أستاذ إيهاب إلى هذه النشرة. والتقرير استعرض بعض الأرقام حقيقة عن أسعار الحج. أنتم في الشركات لديكم 4 برامج كما أعلم، لو تخبرنا عن أسعارها أستاذ إيهاب وما الفرق؟ مساء الخير يا فندم. طبعا حضرتك التقرير كان يخص وزارة التضامن ويخص وزارة الداخلية بالضبط. احنا طبعا نفس ما يحدث في هذه الجهتين، سيتم ارتفاع اسعار الحج السنة دي في المستويات من 80% الى 100%. وكل ما ارتفع مستوى البرنامج يعني الخمس نجوم هيتعدى 100%، الاربع نجوم يصل الى 80 او 85% في نسبة الزيادة السعرية، والبري والاقتصادي الطيران الاقتصادي والحج البري سيرتفع في حدود 75% عن عام الماضي. نحن نريد ان نسمع وذلك ارقام نتيجة ارتفاع سعر الريال وسعر الدولار.
هي طبعا ارقام اللي انا هقولها لحضرتك دي ارقام تقريبية لانه لم يتم اعتمادها من قبل التقريبية او يعني هي شبه حقيقية، لان احنا هذه الارقام تم عرضها على الجهة الادارية وهي وزارة السياحة، وفي انتظار اعتماد السيد الوزير الخمس نجوم الفاخر اللي هو لا يبعد عن الحرم في حدود 200-250 متر سيصل سعره الى 120 الف جنيه. الاربع نجوم سيصل الى 95 الف جنيه اللي هي في حدود 600 متر من الحرم. الطيران الحج الاقتصادي بس وسيلة سفر الطيران ستصل الى 55 الف جنيه، والبري سيصل الى 48 الف جنيه. طبعا فرق الخدمات ما بين الحج السياحي وحج التضامن وحج القرى انه خدمات الحج السياحي بتبقى مميزة في الاعاشة كأكل وشرب، ونسبة التسكين داخل الغرف انها لا تتعدى الاربع اشخاص. يعني احنا عندنا حد اقصى في نسبة التسكين يبدأ من التسكين الثنائي الى الرباعي، زائد من مواصفات الفنادق اللي بنتعاون معها او نتعاقد معها كحج سياحي طبقا للضوابط بتكون مواصفات خاصة تختلف عن حج القرعة وحج التضامن. يضاف على ذلك خدمات الطوافة اللي بتتم في منطقة ميناء وعرفات. الحج السياحي بيتميز انه الخدمات خيم ألماني، وجبات طوال اليوم، مشروبات طوال اليوم، وهذا لا يتوفر بالنسبة لحج التضامن او حج القرعة. نعم، حضرتك كنت هتذكر اسباب هذا الغلو في الاسعار، يعني انه فقط هو تأثير العملة، يعني ان كان الدولار او الريال السعودي، يعني هو فقط التأثير العملة. هو هذا يعني الأسعار لم ترتفع بالنسبة للخدمات المؤداة داخل المملكة العربية السعودية عن العام السابق بنسبة لا تتعدى من 3 إلى 5% وهو وضع طبيعي للتضخم السنوي في أي خدمة بتؤدى سواء أسعار فندقية، لكن السبب المباشر هو سعر العملة لأنه ارتفع زي ما حضرتك ذكرته في التقرير بنسبة تتعدى 110%. نعم، يعني الريال في نفس التوقيت الحج العام الماضي كان لا يتعدى 270 قرش، النهاردة الريال بـ4 جنيه 90 وحيصل لـ5 جنيه في خلال أيام. صحيح. طيب إلى أي مدى أنتم والدولار كان العام السابق بـ7 جنيه والسنة دي 18. طيب إلى أي مدى أنتم أستاذ إيهاب تأخذون مثلا معدل المعتمرين الآن قياسا على معدل الحجاج؟ يعني أنتم كيف تنظرون إلى الأرقام التي ذهبت للعمرة وبالتالي تقيسون على أساسها أيضا الأعداد التي ستذهب للحج؟ لا طبعا هو هناك اختلاف. الحج حصة محددة إلى جمهورية مصر العربية اللي هي طبقا لقرارات المؤتمر الإسلامي من عام 92 إن لكل مليون حج لكل مليون مواطن داخل الدولة بيكون لها 1000 حج، يعني لكل 1000 حج 1000 مواطن حج واحد. فبالتالي بيبقى هناك ندرة في تأشيرات الحج وهناك طلب لا يؤخذ كمعيار بالنسبة للعمرة. العمرة طبعا احنا في الوقت الحالي بنواجه مشكلة انه كانت العمرة اغلقت ابوابها لمدة 6 اشهر وتم فتحها في نهاية شهر 3، فهناك كثافة عددية وصلت الى في حدود 320 او 330 الف معتمر خلال 30 يوم السابقة. وده مش المعيار الحقيقي لانه كان هناك توقف عن تنظيم رحلات العمرة لمدة 6 أشهر نتيجة تعويم الجنيه المصري وحجام الدولة عن الاستيراد والسفر إلى الخارج. نعم. لما فتحت العمرة حدث زي ما بنقول إغراق أو يعني طلب مكثف لفترة محددة، وإحنا كنا ندينا إقبال، كنا طلبنا من الجهة الإدارية لكن للأسف لم يتم النظر إلى وجهة نظرنا انه يتم تحديد سقف لجمهورية مصر العربية عشان لا نتجاوز عدد 450 الف، في حين ان احنا وصلنا دلوقتي الى 330 الف وباقي شهر شعبان ورمضان. نعم. فمش عارف الدولة هتعمل ايه في المرحلة القادمة بالنسبة لطلبات العمرة. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب عبد العال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، كنت معنا بالصوت والصورة، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعده نعود اليكم، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. تبحث وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي مساء اليوم مع اتحاد المستثمرين عددا من مقترحات المستثمرين حول قانون التأمينات الجديد بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين في الوقت نفسه، إضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية. كما ستتم مناقشة دور الاتحاد في دفع عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وكذلك بحث سبل توفير العديد من فرص العمل. على الهاتف معنا الأستاذ أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. أهلا بك أستاذ أسامة. في لقاء طبعا كما قلت مع الدكتورة غادة والي، أعتقد في تمام الرابعة يعني إن لم أكن مخطئة، أنتم ستطالبون ببعض التغييرات في قانون التأمينات الجديد، وربما أعددتم لجنة لتغييرات فيه. ما الذي تريدونه بالضبط؟ يعني إحنا طبعا بشكر حضرتك، لكن إحنا عايزين نحط العامل وصاحب العمل في موازاة مع القوانين. يعني أنا لما أجي أقول النهاردة العامل بيدفع التوتال كله اللي بيتاخد التأمينات الاجتماعية 40%، ده رقم كبير جدا. العامل نفسه بيدفع من يعني سين النهاردة هم عملوا التأمينات عملت الأساسي بتاعه 400 جنيه بيدفع عليهم 160 جنيه، العامل بيدفع 54، الشركة بتدفع 106. العامل النهاردة بيقول انا في الاخر باخد ايه؟ يعني العامل بعد ما بيطلع معاش بياخد 400 جنيه، يقول لا اديني انا مش عايز التامين واديني انا ال 160 جنيه. بتضطر بعض الشركات تدفع هي نيابه عن العامل، لكن العامل برضو عايز ياخد الفلوس بدل ما تروح للتامينات، لان هو عنده احساس ان في الاخر ما بياخدهاش. احنا بنقترح ان احنا نخلي التامينات 20%، ال 20% دي هتخلي كل الناس تساهم، الزياده اللي هتحصل حقيقي ناتج عن الناس اللي رافضه التامين، الناس اللي ما بتامنش، بالتالي هتخش مظله التامينات، وبالتالي يبقى احنا بنحافظ على العامل وحقوقه. يعني فقط هذه النقطه هي ما ستطالبون بها. طيب يعني هي دي المحور الرئيسي للكلام. طيب ايضا نقطه، هو قانون التامينات يعني هو في البرلمان الان بيناقش ام انه في اي مرحله الذي تطالبون؟ المفروض انه في البرلمان. يعني انتم حابين ان انتم تلحقوا هذه التعديلات او تضعوا تعديلاتكم عليه. بالضبط. طيب قانون الجمعيات الاهليه ايضا استاذ اسامه، ماذا تريدون منه؟ قانون الجمعيات يعني احنا عايزين برضو ان يعني القيود اللي بتتعمل على الجمعيات احنا مش رافضينها، ولكن احنا في جمعيات الاستثمار مثلا جمعيات المستثمرين هي يجب ان يكون لها ادارات مختصه بيها تتفهم دور جمعيات المستثمرين من حيث المراقبه الماليه والعلاقه مع المستثمرين. نعم، انا بشكرك، وصلت الفكره. استاذ اسامه حفيله، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. يواصل الجنيه استقراره أمام الدولار في مختلف البنوك الحكومية، حيث سجل سعر شراء الدولار 17 جنيها و95 قرشا، وبلغ سعر البيع 18 جنيها و5 قروش، بينما ارتفع سعر شراء اليورو ليسجل 19 جنيها و42 قرشا، وبلغ سعر البيع 19 جنيها و73 قرشا. أيضا صعد سعر الجنيه الاسترليني مسجلا 22 جنيها و94 قرشا للشراء، و23 جنيها و23 قرشا للبيع. تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث هبط عيار 18 بمقدار 5 جنيهات مسجلا 549 جنيها، وتراجع عيار 21 أيضا بمقدار 6 جنيهات ليسجل 640 جنيها، كما انخفض عيار 24 بمقدار 4 جنيهات مسجلا 731 جنيها، وانخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 48 جنيها مسجلا 5120 جنيها. أغلقت مؤشرات البورصات الأوروبية على ارتفاع جماعي في أولى جلساتها الأسبوعية، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة بلغت 2.97% ليسجل مستوى 12406 نقاط، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة بلغت 4.49% ليسجل 5286 نقطة، كما زاد مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 1.78% حيث سجل 7241 نقطة.
وللتعرف على انعكاسات سير عملية الانتخابات الرئاسية في فرنسا وتأثيراتها الواضحة على أداء بورصة باريس، بينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السربون. أهلا بك دكتور كميل. إلى هذه النشرة، أربعة أو أكثر من أربع نقاط ككارونت بيرتفعها مؤشر باريس، ترى الانتخابات بالطبع أكيد السبب، ولكن تفسير حضرتك أكثر، هل وصل لهذا الرقم يعني بالقريب أو منذ قريب؟ نعم، هناك عديد من الشروحات يمكن أن نعطيها في هذا المجال، وهو أن الكارونت كان في صعود في الأسابيع الماضية جراء ما يقع في الولايات المتحدة وتحديدا سياسة ترامب تجاه الشركات الكبرى، بحيث أنه يعتزم يعني تخفيض الضرائب، ولكن انخفضت بورصة باريس والبورصات الأوروبية في الأيام الماضية، لأن هناك يعني بعد استطلاعات الرأي كانت تعطي سيناريو جد مرهب بالنسبة للأسواق، وهو تأهل السيد ميلانشون واليسار المتطرف المعادي للأسواق وللمالية العالمية واليسار المتوهم من اليسار المتطرف، ومارين لوبين التي تمثل اليمين المتطرف، يعني التي وتناهض من اجل الخروج من منطقه اليورو ومن الاتحاد الاوروبي وسياسه حمائيه، وهي ومعاديه كذلك للمهاجرين، وهذا يعني بطبيعه الحال يخوف الاسواق، وهذا السيناريو كان يمكن ان ينجم عليه اذا تحقق يعني ازمه تشابه وربما اكثر من ازمه ليمان برودرز في 2008. لذلك هناك رجوع طمأنينة للأسواق، لأن من المؤكد أن في الدور الثاني السيد ماكرون عنده كل الحظوظ، اليمين واليسار سيتم صحيح عليه. ولكن دكتور كميل يعني هي النتيجة لم تحسم بعد طبعا، يعني كما تعلم، ولكن هل هذا الارتفاع في البورصات هو بيتنبأ بالمستقبل، يعني بيعطي إشارة أنه لا الأسواق بتريد طبعا ماكرون الوسط، كان وزير اقتصاد سابق ولديه انفتاح أيضا على الأسواق العالمية، وماذا لو فازت لوبان مثلا؟ لو فازت لوبان يعني من البديهي ان خروج فرنسا من منطقة اليورو لا يمكن ان يعني ينجم عليه الا خروج اسبانيا وايطاليا ونهاية منطقة اليورو. لا يمكن ان نتصور منطقة اليورو فقط بألمانيا امام دول اقل يعني قوة، فرنسا هي ثاني ناتج إجمالي محلي في أوروبا، وتتزعم ما يمكن أن نسميه بتحالف أوروبا الجنوبية، فالأسواق يعني ترتاح، وأسمع طيلة اليوم يعني تعليق وكذلك ما يقوله المتداخلون. نعم، أنا أشكرك دكتور كميل ساري، دهمني الوقت أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السربون من باريس بالطبع، شكرا جزيلا لك يا فندم. ارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية بنحو جماعي في أولى جلساتها لهذا الأسبوع، حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعا بنسبة بلغت 1.37% ليسجل 18875 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة بلغت 1.41% ليسجل 24139 نقطة. شكرا لكم دائما مشاهدينا على المتابعة الكريمة، لنا لقاء في الغد، إلى اللقاء.